احنا نحن في مدرسة منطقة تهجم الحواس هجموا ونشتي ندرس بما بيش هيك مدرسة جديدة. احنا المدارس حقنا تخربين، طلعوا الحوثيين لهون وخربوا النهين تسمعين، واحنا بحالتنا حالة لا يعلم بنا الله قبر السماء كيف احنا. طبعا الاطفال حقنا عايشين يدرسوا تحت يعني بالعراء بين الريح بين البرد، معرضين لكل شيء، ما فيش مقاومه، التعليم موجود خالص. كثافه الطلاب عندنا، عدد الطلاب تقريبا حوالي 1400 طالب. عندنا سبب انه في نزوح من مناطق نازحه من الاشعاب خور، هذا كلهم احنا استوعبناهم.